قمنا بتوزيع الجوائز لكافة الفائزين بالمسابقة الفنية والأدبية لعام 2016، وهؤلاء الأطفال هم مستقبل سوريا الواعد، هم الذين سيتكفلون بإعادة البسمة والمحبة إلى روحنا كمجتمع سوري تميز بحبه للحضارة، بحبه للحياة والفن. مشاركة بمسابقة التصوير الضوئي، أخذت المرتبة الثالثة على المستوى القطر بالتصوير الضوئي. نحن كثير من وزارة الثقافة على اللفتة الحلوة، لأنه هذا دعم لنا وتشجيع لنا لحتى نحن نضل نسابر على هذا المجال وبكل مجالات الفن وبكل مجالات الثقافة، لنثبت أن سوريا مهما تعرضت لأي هجوم ولأي وضع ما رح تضل هي أم الثقافة وأم الفن، وما رح نوقف نحن وما رح يعترضنا بوجهنا أي شيء، ما رح يوقفنا. مشارك بأعمال يدوية وانبسطت كثير اليوم بهذا التكريم. هلا أنا شاركت بمجال الرسم بمسابقة الرسم الفئة العمرية الثالثة، فزت بالمركز الأول. هلا اللي عم تعمل وزارة الثقافة ووزارة الطفل، مديرية شؤون الطفل، شيء كثير بشجعنا نحن كعالم يعني عنده المواهب، بشجعنا وبنمي لنا مواهبنا كثير لحتى نقدم يعني شيء أحسن، شيء أحسن من مواهبنا وشيء أحسن للوطن يعني.